في هذه المحاضرة نتحدث عن عناصر تحليل القصة. من قبل تحدثنا عن مفاهيم عامة في السرديات، علاقة السرد بالواقع، تحدثنا أيضا عن شروط الكتابة العامة، وتحدثنا عن شروط القراءة وأهميتها في استثمار الموهبة القصصية عند الكاتب. هنا نتوقف قليلا أمام قراءة النص، أمام تحليل القصة. هناك مجموعة من العناصر نضعها في الاعتبار عند قراءة أي قصة. هذه العناصر تبدأ بالعنوان، الحدث، والشخصية، والمكان، والزمان، طبيعة الحال، ثم اللغة والرؤية. هذه العناصر هي المشكلة الحاسمة في استنباط الدلالات الخاصة والعامة من خلال أي قصة نقرأها. العنوان مدخل مهم وهو دالة سمعية، الحدث هو المحرك وهو المعطى المهم في تعاملنا مع القصة، وأيضا الشخصية هي الواجهة المهمة جدا لمسرحة الحدث، وبيئة المكان والزمان أيضا بيئة مهمة، أحيانا تحمل وظائف مهمة جدا تصل إلى درجة البطولة المطلقة. اللغة هي الوسيط المهم، ولكنها أيضا الوسيط الجمالي المهم. وأخيرا عند تلمس هذه العناصر في تحليل القصة نحتاج أن نستنتج منها الرؤية الكلية في قراءتنا للنص. عادة العنوان يعني هو المدخل المهم جدا، وهو الدلالة السمائية، ويأتي على أربع حالات مهمة. نوع من العناوين تكون محايدة أو بطريقة أخرى مجازية، أي لا تحدد معطى معين، لا تحدد لنا نمط الشخصية، لا تحدد لنا أيضا هوية المكان، لا نعرف من خلالها دلالة زمنية معينة، ولكن القيمة المجازية كبيرة في هذا النص، وبالتالي مفتوح على التأويل. العنوان هو عتبة مهمة جدا ودالة سمائية في غاية الأهمية لكشف كثير من أحداث النص وعلاقة الشخصيات بهذه الأحداث. إذن عندنا الحالة الأولى للعنوان هو أن يكون مجازي أو محايد، ممكن نستنتج من ذلك عناوين كثيرة في كثير من تجارب القراءة من القصص. أيضا هناك عناوين مرتبطة بالشخصية أو تحدد هوية الشخصيات، يعني مثل بعض العناوين التي يذكر فيها الاسم كاملا، وهذا يحصل في كثير من القصص والروايات. مثلا عند عبد الرحمن منيف في رواية الأشجار وغتيال مرزوق، يعني الاسم واضح جدا، حاضر، يعكس ثقافة، يعكس بيئة، يعكس تحولات زمنية مهمة جدا أرادها الكاتب من خلال العنوان، إيحاء مبكر للقارئ. يعني إذن في عناوين مرتبطة بالشخصية تحدد هويتها وتعطي تصور مسبق عن حركة النص وعلاقة هذه الشخصية بمكونات النص الأخرى. أيضا هناك عناوين ترتبط بالحدث وتحدد طبيعة الحدث أحيانا، وعندنا من هذا النموذج قصة نظرة التي سنقرأها ونحللها في محاضراتنا القادمة ليوسف إدريس. هذا النوع من العناوين يعني ينصب مباشرة إلى تقديم الحدث أو الإشارة إلى الحدث باعتباره البنية الأهم في هذه القصة، وما حوله من عناصر أخرى هي داعمة ومعززة لحركة الحدث، إنما التركيز الأكبر هو على الحدث، تجرد الشخصيات، تجرد المكان، تجرد الزمن، ويبقى الحدث هو القيمة الأساسية في هذه القصة. وذلك بعض العناوين تدل مباشرة على أهمية القصة وتمحورها حول حدث معين. هناك أيضا عناوين ترتبط بالمكان، بتحديد هوية المكان، وهذا كثير شائع في القصص وفي الروايات عند كثير من الكتاب. يمكن نتذكر نجيب محفوظ على سبيل المثال في رواياته الاجتماعية زقاق المدق، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، كلها أسماء لأحياء وحارات في القاهرة أدت دور البطولة، عكست ثقافة المكان وبيئة الشخصيات، وصار المكان هو البيئة المنتجة لهذه الأحداث. يعني هذا فيما يتعلق بالحالات الأربع التي يرد فيها العنوان عند اختيارنا لعنوان القصة.
فنراعي الدلالة المجازية إذا كنا نريد أن نعطي عنوان مفتوح الدلالة، ونراعي أيضا الدلالة المكانية إذا أردنا أن نقدم القصة من خلال المكان، وأيضا إذا أردنا أن نقدم من خلال الشخصية نعتني بهذه الشخصية في اختيار الاسم، في ربطه بحركة معينة أو بحدث معين، وأيضا علاقة العنوان بالزمان أيضا بنفس الدلالة. عادة العنوان المجازي يأخذ طابع الإيحاء أكثر من التصريح، لا يصرح بالشخصية ولا يصرح بالحدث ولا يصرح بالمكان، وهذا النوع طبعا من العناوين له بعد فلسفي ومرتبط بالرؤية الكلية للنص. لا تبحث عن دلالة محددة، عليك أن تجتهد في تأويل ما بين السطور حتى تستفيد من مركزية العنوان في بنية النص. يعني يلجأ طبعا بعض الكتاب للوصول بالقارئ إلى ذروة التأمل، وهذا هدف عند الكاتب، أن لا يسلمك مفاتيح النص مبكرا، عليك أن تقرأ وتجتهد، ولذلك العنوان أحيانا يكون محرض على التأويل بشكل كبير، ويدفع القارئ إلى التعالق مع النص بمثابرة أكبر، بجدية أكبر في علاقة النص بالقارئ. العلاقة بين النص والعنوان المجازي علاقة تأويل وليست علاقة دلالة سينمائية مباشرة حتى تستطيع أن تستشف من خلالها المفاتيح الأولى للنص، عليك أن تؤول، أن تجتهد في كشف هذه الدلالات. بالنسبة للعنوان المرتبط بالحدث، عادة يشتق الكاتب هذا العنوان من الحدث بطريقة مباشرة، وبعض العناوين قصيرة في كلمة وبعضها تطول إلى عدة جمل، هذا على حسب يعني قناعات الكاتب واختياراته، ولكن كل بنية للعنوان لها تأثيرها في علاقتنا بهذا النص. قارئ هذا النوع من القصص دائما يستشعر العلاقة بين العنوان والحدث أثناء القراءة، وظل العنوان هو دليله أثناء هذه القراءة، لأن هناك محرك أساسي داخل النص وهو العلاقة بين العنوان والحدث. وعندما يكون العنوان مرتبط بالشخصية، يعني في هذا النوع يميل الكتاب إلى تقديم كما قلنا اسم الشخصية بشكل بارز وواضح ولافت، إما اسم بيئي محلي جدا أو اسم صادم خارج عن البيئة، إنما لابد الاسم أن يكون له مواصفات معينة ويكون له انعكاس داخل النص أيضا، لا يكون مجردا من الدلالات داخل النص. يعني دائما هذا العناوين التي تحمل اسم الشخصية تبحث في الشكل السيري لهذه الشخصية، يعني الحدث وكأن الشخصية تقود هذا الحدث من خلال تجليات محددة في لحظة معينة في حقبة معينة تتجلى من خلالها حركة الشخصية، وبالتالي علاقة هذه الشخصية بالحدث. ثم أن هذا النوع دائما يرتهن إلى فلسفة أن الإنسان هو صانع التاريخ والحكايات، فحضوره مقدم على بقية العناصر. أما العنوان المرتبط بالمكان والزمان، يعني يبرز اسم المكان دائما محددا لهوية الشخصيات ومدارها داخل هذا أو مدار الحدث داخل بيئة المكان، وعلاقة الحدث أيضا بالأزمنة داخل بنية القصة. كل الشخوص والأحداث تدور وفقا لثقافة المكان، بمعنى أنه قدر هذه الشخصيات أن تكون يعني تحت سلطة المكان، المكان مؤثر في تحديد ملامح الشخصيات، حركة الشخصيات، طبيعة الشخصيات، منطوق الشخصيات، ألفاظها، حواراتها، كلها تنتج من بيئة هذا المكان. يعني إذا طبعا إذا جاء العنوان اسما لمكان، فالمكان هنا غالبا صانع ومنتج للأحداث وليس مجرد حاضر للأحداث، وسنتحدث عن ذلك بشكل أكبر. طبعا علاقة الزمن بالمكان علاقة يعني متينة وقوية، ولا يمكن الحديث عن المكان بعيدا عن الزمان، ولذلك دائما نربط بين الزمان والمكان في بوصفهما بيئة مهمة جدا لتحديد هويات الأحداث وهويات الشخصيات. طبعا يأخذ الزمن أحكام المكان، مع إضافة أن الزمن قد يكون تاريخيا أو نفسيا أو اجتماعيا. عند تحليل القصة أيضا ننظر للحدث، يعني عندنا الحدث التاريخي مثلا حدث عدث مستمد من التاريخ من خلال تقنية التناص، يعني يأتي الكاتب
استثمار حكاية من التاريخ يعيد إنتاجها مرة أخرى مع دلالة واقعية معينة، نوع من الإسقاط. هنا تظهر أهمية هذا الحدث باعتبار بنية كاشفة على واقع معين. ممكن تذكر في هذا السياق رواية الزيني بركات لجمال غيطاني، وهو يأخذ أحداث روايته من العصر المملوكي لإسقاطها على الواقع المصري المعاش في فترة السبعينات الميلادية. عادة يعني الأحداث تأخذ أشكال، أما حدث تاريخي أو حدث كما قلنا أو حدث واقعي، والحدث الواقعي عادة تستنبت مادته من الواقع، ويصبح الحدث يعني آني وله مرجعيات مباشرة في الواقع، يستطيع القارئ أن يعني أن يعود إليها بطريقة أو أخرى، ولكنها ليست هي الموظفة داخل النص. دائما حدث النص حدث فني، حدث يخضع لمنطقية معينة، يعني بمعنى أنه ليس هناك مطابقة بين حدث الواقع وحدث القصة، ولكن ظلاله ومرجعياته هي موجودة في الواقع. إنما الكاتب أو القاص عليه أن يقوم بالانتقاء لبناء واقع كما قلنا موازي. وهنا تظهر براعة الكاتب الحقيقة في إحداث مرجعية دون أن يتورط في يعني وقوع في آنية الواقع وأحداث الواقع الملتبسة دائما. أكثر القصص تحمل هذا النوع من العناوين، كثير من القصص يعني لها حدث واقعي الحقيقة أكثر من حدث تاريخي أو نفسي. الحدث النفسي وهو حدث أيضا مهم يحضر في القصص، له علاقة بمكونات الشخصيات الداخلية، وليس بالضرورة أيضا يعني معبر عن مرض نفسي عند الشخصين، إنما هو العوالم الداخلية، الهواجس، المخاوف، التأملات، أحلام اليقظة، كلها تعكس هذا النوع من الحركة الداخلية عند الشخصيات. وهناك أيضا حدث خيالي أو غرائبي، وهنا يحدث تغريب بين النص والبيئة، لكن لدلالة رمزية بطبيعة الحال تظهر أثناء قراءة هذه النصوص. عنصر الشخصية في النص مكون أساسي، وهي تأتي على أربعة أنواع: الشخصية الواقعية والشخصية التاريخية والشخصية الرمزية والشخصية النفسية. وكل نوع طبعا من هذه الشخصيات له مرجعياته الخاصة. الشخصية الواقعية نستطيع أن نقرأ ملامحها في الواقع، ولكنها داخل القصة توظف لدلالات معينة. أيضا الشخصية التاريخية تستمد من التاريخ القديم، سواء لها بعد ديني أو لها بعد تاريخي عام أو لها بعد سياسي، إنما هي تعتبر شخصية تاريخية تستدعى لدلالات واقعية أيضا، لا تستدعى لذاتها، في الغالب تستدعى لدلالات واقعية. هناك الشخصية الرمزية أيضا، وهي شخصيات الهدف منها ليس تقديم شخصية بذاتها، إنما إشارة إلى ملمح ذاتي أثناء قراءة القصة، ويستدل منها القارئ بقراءة تأويلية على غاية معينة. وهي تظهر هذه القصص في النصوص ذات الترميز العالي، إما رغبة من الكاتب في يعني إحداث نوع من القراءة، قراءات متعددة لهذا النص أكثر منها قراءة مباشرة. أحيانا تحصل هذا في القصص ذات النزعة السياسية أو ما شابه. وهنا عندنا أيضا الشخصيات النفسية، وهي تكثر حقيقة كثير من القصص، وهو التركيز دائما على العالم الداخلي لهذه الشخصيات. ليس بالضرورة أنها شخصيات يعني مريضة، إنما هي شخصيات لها عالمها الداخلي منكفية على داخلها، وبالتالي بعض الكتاب يجتهد في قراءة هذه الملامح وإبرازها في سياق العلاقة بين الحدث والمكونات الأخرى للقصة. المكان والزمان أيضا في القصة يعني من الأهمية بمكان. المكان يحضر على معنيين، يعني ننظر للمكان في القصة على معنيين: مكان حاضر للأحداث، وهذا يحصل في كل القصص، لأنه حتميا أنه لا تقوم أحداث إلا في بيئة مكانية معينة، سواء كانت بيئة مدينة أو قرية أو على الطائرة أو على السفينة في البحر، إنما لابد من بيئة حاضنة لهذه الأحداث. لكن لتكون بيئة أو مكان فاعل لابد أن يأخذ خصوصية معينة. بالتالي نقول أنه إذا أخذ المكان بطولة معينة وخصوصية معينة داخل النص، فإحنا نتكلم على مكان منتج للأحداث، أي أن الأحداث لا يمكن أن تقع إلا في هذا المكان. لو وقعت خارج المكان لانتفت هذه الأحداث وتحولت إلى أحداث أخرى. ولذلك حين دائما نقول أنه رواية نجيب محفوظ هي اختصت بإنتاج الأحداث، يعني الأحداث اللي أنتجها نجيب محفوظ في رواياته من خلال
مكونات الحارة ومكونات البيئة، وصح أن لا تكون هذه الأحداث إلا في هذه البيئة بدرجة كبيرة جدا، صارت صار المكان له بطولة استثنائية في روايات نجيب محفوظ، رواياته الاجتماعية بين القصرين وقصر الشوق والسكرية زقاق المدار، هذه الروايات حملت مكان مختلف جدا، فأصبح المكان منتج الأحداث ومسؤول عن توجيه هذه الأحداث في سياق طبعا تاريخي معين. أما الزمن كما ذكرنا فهو إما يكون زمن تاريخي أو واقعي أو نفسي، وكل هذه الأزمنة تتداخل، وهذا شيء مهم جدا، قد نجد الزمن التاريخي مع الواقعي أو مع النفسي، وهذا التداخل هو يعطي ثراء للنص بشكل كبير جدا. يعني قدرة الكاتب على المزاوجة بين هذه الأزمنة وخلق بيئة متعددة ومتقاطعة، بيئة زمنية متعددة ومتقاطعة، يعطي ثراء للنص بشكل أكبر. وهذا طبعا المعرفة وكشف هذا الأمر يتم بشكل أو بآخر عندما نصل إلى يعني ثقافة قصصية معينة ودربة معينة، نستطيع أن نستنتج من هذه الأشياء كيفية وضع الأشياء في سياقاتها. إذن هذه العناصر مهمة عند النظر لمعالجة قصة وتحليل قصة معينة. طبعا اللغة هي وسيط، اللغة وسيط مهم جدا، لكن دائما لغة السرد لابد أن تكون موظفة توظيفا مهما جدا، لابد من مزاوجة بين مقومات السرد والوصف هنا، ولابد من حركة الجمل الوصفية المرتبطة ببنية الحدث، أي لا يكون هناك انفصال بين اللغة الوصفية واللغة الحدثية داخل القصة، لابد من أن تخدم اللغة الوصفية بيئة الحدث وبيئة الزمان والمكان، ولا يكون هناك في طغيان للغة الوصفية والجمالية على حساب مكونات الحدث، أي لابد من التوازن المهم في هذه اللغة. طبعا بعض الكتاب يلجأ إلى الكتابة بلغة رمزية عالية جدا، وبعض الكتاب لا، يكتب بلغة بسيطة في 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 شكلها الخارجي لكنها عميقة في مدلولها، مثل قصة نظرة التي سنقرأها ليوسف إدريس بعد قليل. هذه القصة من القصص التي لغتها سهلة ومرنة ولكنها في غاية التأثير وفي غاية التعبير. وأيضا بعد أن تجمع هذه الدلالات أو العناصر المهمة في هذه القصة، لابد من التوقف من الرؤية الكلية لهذا النص، بمعنى أن لا نستطيع أن نعالج هذه الأشياء بمعزل عن بعضها، في النهاية تؤدي إلى تصور عام عن المعنى الكلي الذي يمكن أن يقدمه هذا النص، وهذه مسؤولية القارئ، بمعنى ليس هناك معنى جاهز، هناك طبقات من المعنى تتجلى للكاتب للقارئ على حسب دربته واستطاعته توظيف هذه العناصر في القراءة وليس في الكتابة، لأنه أنت عندك عناصر للكتابة وعناصر القراءة، نتكلم إحنا عن عناصر القراءة، أنت تقرأ هذه العناصر في سياقاتها، لابد أن تعرف كيف وظف العنوان، كيف وظف المكان، كيف وظف الحدث وإلى آخره، حتى من خلالها تعرف لماذا هذه التوظيفات أدت إلى هذا المعنى وهذه الرؤية الكلية. هنا تتضافر هذه العناصر كلها لتعطي القارئ تصور ما عن بيئة النص وحركة النص والدلالة الكبرى التي ممكن أن نستنتجها من هذا النص. شكرا لكم. وتنتهي هذه المحاضرة، وبعدها سنبدأ إن شاء الله في قراءة القصص.